تشارك دولة الكويت اليوم العالم الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة مرض السرطان والذي يحل في الرابع من فبراير من كل عام. تأتي هذه المشاركة ضمن جهود وزارة الصحة في الارتقاء بالمنظومة الصحية بالبلاد ومحاربة هذا المرض. من جانبها قالت نائب ومدير مركز الكويت لمكافحة السرطان دكتورة هديل المطوع إن إجمالي عدد المصابين بمرض السرطان في الكويت يبلغ 2204 حالات، يأتي ذلك تزامنا مع انطلاق الأسبوع الخليجي الثالث للتوعية بمرض السرطان على أرض البلاد والذي يستمر حتى السابع من الشهر الجاري تحت شعار القرار قرارك. الأسبوع الخليجي الثالث في الواقع تم إقراره من 3 سنوات من قبل وزراء الصحة لدول مجلس التعاون، وطبعا الكويت بكل جمعياتها هي أعضاء، والاتحاد الخليجي في الواقع اللي هو يضم كل جمعيات اللي لها علاقة ولها هدف لخدمة مريض السرطان أو للتوعية منه أو للعلاج أو للدعم النفسي أو للدعم الإيجابي. راح نتكلم أكثر حول سعي وزارة الصحة للارتقاء بالمنظومة الصحية في البلاد ومواكبة آخر التطورات في مجال التوعية والرعاية العالمية بما يخص مرضى السرطان. يسعدنا أن تكون معنا في الاستوديو الدكتورة أمينة محمد الأنصاري رئيس رابطة الطب التلطيفي، يعطيكم العافية على هذه الإنجاز وعلى هذه الجهود اللي قاعدين نشهدها عن طريق هذه الحملة. الله يعافيك، صباح الخير و فرصة سعيدة أن احنا نكون على الهواء مباشر اليوم مع بداية انطلاق اليوم العالمي لمكافحة السرطان وبنفس الوقت حملة رعاية تلطيفية بالكويت. يعطيكم ألف عافية. دكتورة، ممكن تعطينا نبذة صغيرة عن هذه الحملة في البداية؟ حملة التوعية بالرعاية التلطيفية على مستوى الكويت تنظم عن طريق رابطة الطب التلطيفي. في الآونة الأخيرة لاحظنا، لأن الرعاية التلطيفية بالكويت تخصص جديد، فلاحظنا قلة الإقبال عليه والتخوف منه لعدم معرفة الناس شنو هي الرعاية التلطيفية. فإحنا في رابطة الطب التلطيفي قررنا إنشاء هذه الحملة وإقامتها مع مكافحة السرطان في نفس الوقت عشان نبين شنو أهمية الرعاية التلطيفية حق مرضى السرطان. يعطيكم العافية. بإيجاز، شنو هي الرعاية التلطيفية؟ الرعاية التلطيفية هي رعاية متكاملة تقدم لمرضى الأمراض المزمنة، وبالذات حاليا بالكويت بديناها بس حق مرضى السرطان. هي رعاية تهتم بالأمور النفسية والاجتماعية والجسدية حق مرضى السرطان عن طريق فريق عمل متكامل، تخفف معاناتهم، نعالج الأعراض اللي يعانون منها، ونحسن نوعية حياتهم، ونهتم بالمرضى وبذويهم، فتكون المعاناة أقل وتقبل المرض يكون أفضل. يعطيكم العافية. طيب، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة السرطان، إجراءات دولة الكويت للتوعية وتعليم الناس شلون ممكن الوقاية من أمراض السرطان؟ طبعا في تعاون كبير في وزارة الصحة مع باقي الأقسام ومع أقسام الأورام والرعاية التلطيفية والتوعية، يدعمون وايد الحملات التوعوية ومكافحة والكشف المبكر عن أنواع يعني معينة من السرطان. فهذا التعاون صراحة زاد الوعي في المجتمع، وإن شاء الله نأمل أنه يقلل حتى نسبة الإصابة بالسرطان. التمس وتجاوب من الناس من خلال هذه وسائل التوعية اللي طبعا كانت الحملات التوعوية جدا ناجحة، ونتمنى استمرارها وتشجيع العاملين على هذه الحملات. شنو أنواع العلاجات التلطيفية اللي تستخدمونها عندكم في الرعاية؟ الرعاية التلطيفية تستخدم علاجات معينة مثل المسكنات لعلاج الآلام، المنوم حق قلة النوم، علاجات للشهية وفقد الشهية، للغثيان، كل الأعراض المصاحبة حق السرطان. بالإضافة إلى هذه بالنسبة حق الأدوية، في طبعا علاجات نفسية، في استشارات، في علاج طبيعي، فعندنا العلاج متنوع وشامل لجميع الأعراض والجوانب. طيب دكتورة، الكل يعرف أن بعيد الشر طبعا جميع السامعين يشفينا إن شاء الله أكيد المصابين، المريض المصاب بمرض السرطان يقول نص العلاج نفسي. الاهتمام بالمريض من الناحية النفسية، شلون ممكن بهذه الطريقة بهذه المعاملة أو بالعلاج التلطيفي اهتمام بالمريض من الناحية النفسية؟ طبعا الجانب النفسي في الرعاية التلطيفية وايد مهم، بالذات لمرضى السرطان والأمراض المزمنة.
تأثر نفسياتهم في طبيعة المرض، في الجوانب اللي هي الاجتماعية، ممارسة الحياة اليومية والأنشطة، هذا وايد مهم حق مريض السرطان. احنا وايد نراعي الجانب النفسي، وهذا اللي يميز الرعاية التلطيفية عن باقي التخصصات. في معانا معالج نفسي، وفي معانا خدمة اجتماعية، فإحنا فريق عمل متكامل نراعي الجوانب النفسية، الأشياء اللي المفروض أنها تنقال نقولها، الأشياء اللي ممكن تأثر على نفسية المريض نحاول نحن نتجنبها ونكون صريحين وواقعيين مع المريض، فهذا الجانب وايد مهم. ونحاول ان احنا نحس نوعيه حياته بحيث انه هو يحس كانه انسان طبيعي، ممكن يروح يطلع يرجع، ممكن انه هو يروح مطعم، ممكن هو يروح يتسوق، عرفتي شلون؟ ما نخليه نحسس ان انت مريض وخلاص على فراش المرض وما تقدر تسوي ولا شيء، بالعكس نساعده انه هو يمارس حياته بشكل طبيعي. وانه يتجاوب مع المرض، هذا مثل ما قلنا في البدايه اذا نصف العلاج نفسي، فاذا النفسي. كانت النفسيه مرتاحه هذا راح يساعد اكيد بالعلاج. طبعا احنا ندخل على المريض كفريق عمل يعني تكامل، ما نحسس ان احنا والله جايين الحين مثل المرور العادي في اي مستشفى بالعالم، ان احنا جايين شنو الاعراض اللي عندك وورقه وقلم ونكتب ونسجل ونطلع، لا احنا نقعد معاها ناخذ ونعطي معاها، شنو اللي مضايقك، شنو اللي بخاطرك، هذا يكسر يمكن روتين الطبيب والمريض. اي بالضبط، نكسر الحاجز اللي بيننا، نحسس المريض انه هو كنا قاعد بين اسرته. ساعات حتى نقعد يعني مع المريض ناخذ الكراسي ونقعد يمه، نشرب معاه شاي، عرفت شلون؟ يعني نحسس المريض ان احنا هنا موجودين لخدمتك ولمساعدتك، مو ان احنا جايين ناخذ اقوال منك عشان نعطيك علاج ونمشي. يعني هذا وايد يميز الاسم التلطيفي يمكن إيه؟ فعلا في محله في هذه النقطه. بالضبط. طيب دكتوره قبل لا نختم معك، وين اماكن الرعايه التلطيفيه اذا كنا راح ندورها بالكويت؟ بالكويت حاليا فقط في مركز الرعاية التلطيفية. فقط في مركز الرعاية التلطيفية، بس عندنا فريق متنقل للاستشارات لجميع مستشفيات الكويت، يعني ممكن اي مستشفى تطلب استشارتنا واحنا ندز فريق متخصص بالضبط تقدم الرعايه التلطيفيه في باقي المستشفيات. يعطيكم الف عافيه على هذه الجهود، فعلا هذه اعتقد ان هي مجموعة أو يمكن مشروع فعلا يحتاجه كل مريض في الكويت يعاني طبعا من هذا المرض. إن شاء الله الله يشفي جميع المرضى ويحمي إن شاء الله جميع المشاهدين والسامعين معنا. يعطيك العافية دكتورة أمينة محمد الأنصاري، رئيس رابطة الطب التلطيفي، شكرا جزيلا لكم على هذه الجهود.